شكرا السيد الرئيس، سيدات السادة المستشارين المحترمون، شكرا على طرح هذا السؤال. هذا بغيت غير نذكر بأن المغرب تيتوفر على تجربة مهمة في ميدان التكوين البحري، وبأنه تم إحداث المدرسة الوطنية لضباط الملاحة البحرية سنة 1957، وهذه المدرسة تحولت إلى معهد عالي للدراسات البحرية سنة 1978. منذ ذلك الحين عمل المغرب على إرساء سياسة حديثة للتكوين في ميدان النقل البحري وفق المعايير الدولية، مما خول ما كان متميز الحمد لله على الصعيد القاري والجهوي. وبالفعل تم تكوين ما يزيد عن 4000 ضابط للملاحة التجارية مغاربة ومن جنسيات مختلفة، خاصة من الدول الإفريقية والعربية في هذا المعهد. في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين قطاع النقل من الكفاءات البحرية من موارد بشرية ذات كفاءة عالية في هذا القطاع، لا بالنسبة للنقل البحري ولا بالنسبة للخدمات المينائية ولا بالنسبة للخدمات المرتبطة، تم إغناء عروض التكوين ببرمجة مسالك تكوين جديدة تتمثل في ماستر في شؤون بحرية وإجازة مهنية في النقل البحري. وأطلق المعهد كذلك برسم المهندس الدراسي الحالي دبلوم مهندس دولة في صناعة وصيانة السفن. هذا والوزارة تتكب حاليا على دراسة إمكانية إحداث مسالك جديدة بحال سلك الحصول على دبلوم مهندس دولة في الهندسة البحرية، وأيضا ماستر تدبير الموانئ وماستر الهندسة الساحلية. وتقوم المعهد بالتنسيق مع مديرية الملاحة البحرية ومختلف الفاعلين في القطاع على تنظيم دورات للتدريب بشركة النقل البحري وعلى متن السفن والبموانئ لفائدة التلاميذ ديالو من أجل تسهيل عملية دمجهم في سوق الشغل. موازاة مع ذلك تقوم أيضا المعهد بدورات في التكوين المستمر لفائدة العاملين بالقطاع البحري والموانئ وطنيا وجهويا. ولا بد من التذكير بأن كل أسلاك المعهد تستجب لمعايير التكوين المعمول بها دوليا. وختاما بغيت نقول أن هذا المعهد عنده جاذبية كبيرة لدى الطلاب، بحيث اجتاز أكثر من 30,000 تلميذ مباراة الدخول السنة الماضية، وكاين تقريبا غير 100 ديال المهندسين اللي تيتخرجوا ولا 100 ديال الأطر اللي تيتخرجوا كل سنة. وشكرا.